احنا النهارده موجودين في شارع الاشراف حي الخليفه، والحقيقه في اطار سعي المؤسسه الدائم مؤسسه حياه كريمه لدعم وتنميه المجتمع. والنهارده بنتشارك مع فودافون مصر في اطلاق قوافل السعاده وشعارها من انسان لانسان، وهو ده طبعا شعار مؤسسه حياه كريمه. قوافل السعاده هيكون فيها افطار، مائده افطار جماعي لاهالينا هنا، وهنفطر النهارده حوالي 4000 صائم. مش هتكون بس مائده افطار، هيكون في انشطه توعويه وترفيهيه تدخل البهجه والسرور على قلوب اخواتنا في كل مكان. نص تاني من رمضان هيكون معانا 15 مائده افطار تانيه هنجوب بيها محافظات الجمهوريه، وهيكون كمان معانا 30000 وجبه ساخنه هتوصل لاهالينا المستحقين في كل مكان. النهارده بيشرفنا ان احنا بنبدا اول قوافل موائد الرحمن اللي بنعملها مع فودافون. فودافون هو شريكنا الرئيسي في رمضان ده. هنعمل 15 مائدة رحمن خلال النص الثاني من الشهر إن شاء الله. والنهاردة موجودين في الشارع الأجمل والأقرب لقلبنا، هو شارع الأشراف، مع وجود 4000 صائم حاضرين النهاردة معنا ما شاء الله في الشارع. إن شاء الله خلال شهر رمضان هنعمل مع فودافون ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة هي موائد رحمن، 15 مائدة رحمن و 30000 وجبة بجانب موائد الرحمن هنقدمهم للمستحقين الصائمين خلال شهر رمضان، مع وجودنا إن شاء الله وشراكتنا في تقديم هدايا وحاجات لطيفة للمستحقين المتعففين اللي بنقابلهم من خلال برنامج حياة كريم. إحنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين يعني أجواء السعادة بتعم المكان والبهجة والفرحة. الحمد لله ربنا كرمنا في قافلة السعادة في شارع الأشراف في قلب القاهرة التاريخية، المكان العظيم اللي مليء طبعا بمساجد آل البيت ومساجد القادة المصريين العظيم. يعني في بداية الشارع في مسجد السيدة نفيسة، وفي نهاية الشارع في مسجد أحمد بن طولون. طبعا المكان زي ما حضراتكم شايفين يعني بفضل ربنا يا رب يزيد ويبارك، ما فيهوش مكان الحمد لله. المكان كان الطاقه الاستيعابيه اللي احنا بنشتغل عليها تقريبا 3500 مدعو، ربنا كرمنا الحمد لله باكتر من 4000 مدعو منورنا النهارده في مكانهم، واحنا كلنا بنشتغل مع بعض. اللي مؤسسه حياه كريمه النهارده بتعمله طبعا بالشراكه مع فودافون مصر ومؤسسه فودافون لتنميه المجتمع، هيعم مصر ان شاء الله من خلال 15 قافله زي دول هيلفوا مصر، واكتر من 30000 وجبه غذائيه ان شاء الله فودافون بتشاركنا فيهم. الوجبات دي بتتعمل في مطابخ حياه كريمه اللي قائمين عليها السيدات المعيلات اللي بيعملوا الوجبه الغذائيه العظيمه اللي كلنا بنبقى مبسوطين واحنا بناكلها جنب اهالينا. كمان قائم عليها دكاتره من زمايلنا المتخصصين في سلامه الغذاء عشان يخرجوا وجبه غذائيه كامله العناصر. كمان طرف مهم جدا من اطراف الصوره العظيمه اللي احنا فيها دول هم جدعان مؤسسه حياه كريمه. احنا عندنا من زمايلنا اكتر من 45000 متطوع موجودين في كل مكان في مصر عشان نقدر نوصل الخير لاهالينا الاكثر استحقاقا في كل مكان في مصر. اليوم النهارده بصراحه سعيد، وبنشكر حياه كريمه حي الخليفة، اتجمع كله على قلب رجل واحد، بنفطر مع بعض جماعة وكلنا فرحانين، والأسر دي كلها جاية فرحانة النهاردة إن احنا في يوم مفترج، في أيام مفترجة. ربنا يعود علينا الأيام بخير وعلى أمة محمد وجميع الدول العربية بخير ومصر كلها بخير. وده يوم سعيد بيجمعنا كلنا كل سنة، وبنشكر حياة كريمة ان هي جمعتنا في اجمل يوم من ايام رمضان. وحقيقي احنا سعدة ببعضينا ان احنا نعتبر كلنا اهل منطقة واحدة، احنا اهل دايرة الخليفة. متشكرين على الحياة كريمة وعلى الدعوة الحلوة ديت وعلى التنظيم وعلى كل حاجة بتقدموها، وتساعدوا الناس وتقدموا لهم كل حاجة وتقدموا لهم مشاريعهم، تقدموا دايما حاجات في خدمة الناس المحتاجة، وكل حد محتاج حاجة تقدمها لهم. متشكرين وكل سنة، وتحسسوا الناس بأجواء رمضان والناس كلها تتلم. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر، ونحيي شعب مصر، ونحيي أولا وأخيرا الرئيس أبونا السيسي، قوي بنحبك قوي. ويا ريت احنا الشعب نبقى قلبنا على قلب بعض ونبقى كويسين مع بعض، ويا ريت اللي بيبقى محتاج يلاقي اللي هو معاه. وبنحيي حياة كريمة، وشكرا لكل خدم في حياة كريمة. وبنحيي يا رب، بدعي لشعب فلسطين ربنا ينصره إن شاء الله، وينصرك يا ريس على مين يعاديك.